السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من One Hour Networking. يعني آسف على الفترة الطويلة اللي بعدت عنكم، خاصة إني كنت مشغول. بدي أتكلم هاي المرة عن عملية الراوتينج بين الـ routers أو الفايروولز، إيش المشاكل اللي ممكن تصادفك، كيف ممكن تجربها بالبيت وهاي الأمور. فينا ثلاث راوترات زي ما انتم شايفين او فاير وولز، فينا ثلاثة، في عندك طبعا هذا اللي هو بي اف سنس 4، بي اف سنس 5، وبي اف سنس 3. اتفرجوا هون طبعا الاي بيات كذا، بس بدي اورجيكم التوبولوجي اللي راح نشتغل عليها. خلينا نظبطها هيك شوي. تمام، هسا هذول راح يكونوا ثلاثة مع بعض، لازم يعني الهوست عنا او البي سي جهاز موجود على شمالنا لازم يكون قادر على نقل البيانات لجهاز اثنين، وبالعكس. يعني ايش كمان؟ اول شيء طبعا اغلب المشاكل اللي بتصير معك بهاي المواضيع اللي هي الفايروول اعداداته طبعا كثيرة يعني بتغلبك. ليش؟ لانه اول اشي بدك تعرف ايش الباكيتس اللي بتنقل داخل الشبكة، بدك تعرف وين اتجاهها، يعني لوين رايحة، وبنفس الوقت كمان بدك تعرف من وين جاي، وكمان بدك تعرف اللي احنا بنسميها يونيكاست ومالتيكاست. مالتيكاستنج للريب اللي هو 224.00 اتوقع 10 او 9، ناسي مش مشكلة، لكن هاي يعني عن طريقها بذيع الريب بروتوكول الاي بيات. طبعا بالوضع الطبيعي انت بتقدر تعمل ستاتيك راوتينج، يعني هون مثلا شو بتقدر تعمل ستاتيك راوتينج؟ بتحكي له انه الشبكة 60 و 58 روح على بي اف سنس 5. بي اف سنس 5 مثلا شو بتقدر تعمل له ستاتيك راوتينج؟ اللي هو عن طريق اول شيء بدك تعمل ستاتيك راوتينج لل 59، بدك تعمل ستاتيك راوتينج لل 60. بي اف سنس 3 ما بيعرف عن ال 57 59، بتعمل لهم ستاتيك راوتينج. فاول شيء رح نقوم فيه هو هاي العمليه، بدك تيجي على الرولز، بدك تضيف هاي الرول 1 هاي، لو حذفتها ديليت سيلكتد رول، نعم ديليت سوري. طيب هاي حذفناها، وطبعا هون ما في، بس انا ضفت يعني هاي للتوضيح بس، انه يعني لازم كل شيء يكون مسموح علشان ما يعني بس تركز على موضوع الراوتينج. راح نضيف هون مثلا بدك تيجي عليها اني بروتوكول فروم اني سورس، من وين ما تيجي الباكيت لوين ما تروح بتعمل له سيف. هون كمان تيجي مثلا عادي لو اجيت هون IP version 4 any source any destination، من اي مكان لاي مكان، وبتعمل له بالاخير apply. هيك بكون انت في عندك تنقل او حركة من والى هذا الفايروول، ومن خلاله كمان ما بتواجهك اي مشاكل. طبعا انا عملت هاي الشغلات للثلاث فايروول، شايف انا ضايفها مرتين، نقدر نعملها ديليت عادي يعني. مش هاي وحدة أول ملاحظة على موضوع الراوتينج عن طريق الفاير وولز. كمان هون شايفين الرول هاي، هون هاي، حتى لو ما ضفت يعني هو بالوضع الطبيعي أنت يعني بتسمح بكل شيء، لأنه أنت يعني بدك من خلاله تمرر البيانات، لكن لازم تحط يعني سبيسيفيك، لازم تكون يعني ريستريكتد بوليسيز من خلالها، لكن حاليا مش مشكلة. في كمان مشكلة ثانية، يعني جربت صارت معي مشكلة غريبة، انه الراوتر شغلت عليه راوتينج بروتوكول وما يعني بيقدر، يعني في عنده هون 57 59، وانا لو جيت هون على الراوتس ورجيني اياهم جيرينج داتا بس شوي،
في هون كانت هاي 58 ما طبعا لحديت الآن شغال الراوتينج بروتوكول، ما بعرف ليش ما طفى هاي الرب، طفيته أنا. بس على كل حال الفكرة أنه كانت هاي في عندي 57 و59، وهون كانت عندي 58. ما كان الفايروول 4 بيقدر يعني ينزلها بالراوتينج تيبل تبعه اللي هو هون، ما كانت نازلة. ليش؟ لأنه فعليا كان متصل، يعني كان متصل فيها، كان بعطيك لينك، يعني معناته هو موصول فيها الشبكة، فمستحيل يعني ينزلها عنده على الراوتينج تيبل. ليش؟ لأنه هاي الديستانس تبعها أو المتريك أو خلينا نحكي الكلفة تبعتها أكثر من اللينك. اللينك تكلفته صفر أو واحد، لا استاتيك راوت صفر، واللينك يعني متصل بالجهة بالراوتر بيكون قيمتها واحد. بكل بساطة بتيجي بتحكي له ريب، بس بتنزل طبعا الباكج من هون أول شيء قبل ما تطلع يعني تروح على هاي ال انا صحيح مش متصل بالانترنت عشان هيك ما راح تزبط معنا. طيب مش مشكلة، خلاص انا مش متصل بالانترنت، لكن من هون على الباكيجز بعدين بتختار انستول باكيج او يعني انك تحصل على هاي الباكيج وبتنزلها عندك، بنزل عندك الريب. هي فعليا راوت دي اسمها، فهاي الرب بس تعمل له انيبل، بعدين بتحكي له انه نو سمري طبعا فيرجن 2، لانه فيرجن 1 هو اللي لما من اول ما اخترعوا الانترنت، يعني لما كان الانترنت ما فيش عندك غير كلاس A كلاس B كلاس C، غير هيك ما في اشي راوتابل عبر الانترنت. اما الان يعني رب فيرجن 2 حدثوا، بس هو خلص يعني انتهى عمر الرب. لكن طبعا ما تعمل اجريجيشن، ما تعمل سمري، ما تعمل اجريجيشن، ما يعني انت لما كنت تعمل على سيسكو شو كنت تكتب؟ نو سمري اول شيء، ريب فيرجن 2 نو سمري، هاي نفس الشيء ريب فيرجن 2 نو سمري. يجي هون انيبل، طبعا هاي انترفيسز شايفين الانترفيسز الفعاله كيف بدك تعملهم، كنترول بتختار الثانيه سيف، كنترول تختار الثاني سيف فيرجن 2 سيف ريب انيبل، كنترول ثانيه فيرجن 2 نو سمري، وهيك بيكون عندنا فول راوتينج تيبل. بعد ما استعلم عن الثانيه لسه واحدة بس، لسه ما بعرف ليش طول كتير. تمام، هاي جبنا 60 وهاي عندي اللي هي 57 57 طيب ضل في واحدة اللي هي بدك 57 و59، هون لازم يكون في عندي بس هون بس
شوف ايش المشكلة. 57 لكن 59 يعني هذا مثلا ما عنده اي فكرة عن اي نوع من انواع الرولز نهائيا ولا اي رول. طيب ولا اي رول. ريب طيب ماشي نجرب هيك. عرب عرب تمام اوكي هون تمام هون تمام. هاي بس كل الموضوع بالنسبة للرب بروتوكول. الآن نجرب مثلا هون أنا عندي اللي هو الهوست. هذا هوست بي طبعا. لو أجيت هون دقيقة هاي هوست بي وهاي هوست A. فهذا الهوست A. هوست B بده يوصل عند هوست A أو هوست A بده يوصل عند هوست B زي ما بدكم. نعمل أول إشي تريس راوت. طبعا هذاك 102 ف ما بعرف ليش هيك بس إنه هاي هو فعليا وصل ل 102 راح ل 250 من 250 راح ل 101 58 101 بعدين بيروح 58 101 بعدين بيروح على 107 عذراً 57 101 بعد ما يروح على 57 101 بده 57 101 صحيح 57 101 يعني بده يجي هيك. أول شيء 250 بعدين عند هون 101 بعدين كمان 101 بعدين بده يروح عند 102. لو اجيت هون حكيت له بينج اللي هو 192 68 60 100 اللي هو أول واحد فما في عندي مشكلة. طيب لو نعمل اشي يعني أكبر من هيك مثلا خلينا مثلا نجرب SFTP. SFTP يعني Secure File Transfer Protocol دوت 100 بحكي ياس تمام. فأنا هسا بدي أدخل الباسورد وهي انا صرت هون الاس تمام. بس هاي كل شيء تعمل كويت وهيك بتكون انت شبكت عليه يعني بتكون انت وصلت عليه بتقدر تنزل منه بيانات بتقدر تنزل يعني تاخذ منه فايلات وامور مثل هيك. هاي كل شيء بالنسبه للريب بروتوكول. شكرا لاستماعكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.